مرحبا، كيفكم؟ اليوم رجعت لكم. إلي فترة ما عملت أي فيديوز عن كتب، بس رجعت جاي بالي أعملكم أكمل فيديو عن أكمل كتاب قرأتهم هالفترة. So let's start. رح نبلش بإشي خفيف لطيف بضحك، أنا كتير حبيته، لكاتبة مصرية اسمها ميرنا المهدي. الكتاب هو قضية ست الحسن، تحقيقات نوح الألفي، المجموعة اسمها تحقيقات نوح الألفي. and كتابها الثاني قضية لوز مر. أنا هلا عم بقرأ بهذا الكتاب، وهذا الكتاب خلصته، حبيت أحكي لكم عنه. So let's begin. يلا نبدأ. So أول ما شفت الأغلفة بالذات قضية لوز مر انجذبت كتير للقصة. فبتذكر لما شفت إنه مكتوب عليها جزء ثاني، مش متذكر إياه سونا شو، فبتذكر رحت فتحت أول صفحة فقرأت هذا المقطع. أنا was like I'm sold. رحت جبتهم. المقطع بحكي: سأخبرك ثلاثة حقائق عن نفسي. أولها أنا أدعى نوح، والثانية أنني أصبحت ضابطا في المباحث الجنائية تأثرا بالمحقق كورن، أما الثالثة حسنا فسأعلمك بها في الوقت المناسب. I was like I love Conan. Yes. Okay. الكتاب عنا بنقسم لثلاث قصص. القضية يعني الكتاب الأول في قضايا، الكتاب الثاني is different. فأنا هذا الإشي كتير حبيته بالكتاب الثاني، بتحس أكتر إنه إحساس الرواية والمفاجآت، هون بتحس بالتقسيم في الأحداث. فهذا شوي أنا بالنسبة لي كان يعني حسيت القصة stiff. أوكي، فالقضية الأولى الفتيل، القضية الثانية كريم كراميل، والقضية الثالثة ست الحسن. فأنا هون محتارة أحكي لكم عن قضية قضية، لأنه هذا الكتاب متقسم ثلاث قضايا، ولا أحكي لكم الجو العام و احكي عن ايش رح يكون القضايا. ف ارنا هيا نشوف. نوح من هو صغير كان هذا حلمه. فالقصة هلا يعني كان حلمه يكون شرطي ويكون محقق. فهلا القصة احنا هلا بدنا نبني بداية القصة، يعني الكاتبة عم تبني لنا العالم اللي نوح فيه، شو هو، مين شخصيته، مين الناس اللي حواليه والى اخره. فانا ايش اللي حبيته في الكتب، كثير ضحكوني. دائما الكتاب المصريين عندهم مقدرة بالذات لما يكتبوا في الكوميديا، بيخلوا الواحد يسخسخ من الضحك. So let's begin. Okay. So وين راح الأسامي؟ Yeah. So نوح الألفي بيكون صديقه وزميله بالشغل، وهم أصدقاء من هم وصغار، اسمه قطز المحمدي. قطز بيكون عكس نوح، دخل القسم، دخل يعني عالم الشرطة والتحقيقات بالغصب، مع انه هو كثير ذكي ومتفوق فيه، بس انه ابوه هذا اللي هو كان بده اياه. ابوه كان لواء ومتوقع منه يكون هيك. هو بحب التاريخ زي امه، امه بتكون زي استاذة او بروفيسور التاريخ، وهو هذا الميول تبعته. فقطز بيكون زي ما نحكي يعني نوعا ما في القصة زي واتسون لشارلوك هولمز، بتعرف هذا الصديق اللي بيكونوا دائما هيك مع بعض، بيكونوا جو في كوميدي بيناتهم. same situation. بعدين في عنا المحقق اللي هو زي نحكي انه هو زي حدا اللي ما حدا بيحبه في المكتب، بس هو المدير عليهم، اسمه صلاح الشبكي. هذا basically كل اللاينز معه هيك. انا اوكي طول الوقت نوح اكثر حدا بكرهه في العالم هو صلاح. نوح كيف شخصيته؟ بتعرف الانسان اللي ساخر كتير ودائما هيك زي نوعا ما يعني زي خلاقه في مناخيره، بسرعه بيعصب، بسرعه بيستفز، هو هيك شخصيته. بس at the same time هو كتير بحب شغلته، بحب يطلع النتيجة ويلاقي الحل. هلأ نبدأ ليه القصة هاي مميزة عن باقي كتب يعني المحققين. هو بصغير نوح بيروح هو وامه وابوه واخته على مقبرة فرعونية، عمره 8 سنوات، بوقع في واحد من القبور زي هيك مبنى، بوقع تحت، بيلاقي مرة غجرية بدوية حلوة كتير، تيجي بتحكي له انه بتعطيه ليمونة، بتحكي له لما بدك تشوفنا بتقطع الليمونة وبتحكي اسمك. فهو هلا بصير يحكي لنا زي عالم وقوانين الأرواح. هلا هو هون بيحكي انه هو ما لمس، هو بس بيحكي انه هو بس بيقدر يشوف الأرواح، بس احنا عنا بنعتبر انه لمس. اوكي، فبيكون دائما لما تعلق القضايا بيقص الليمونة وبيشوف اذا الروح بتقدر تيجي تحكي له شو عم بيصير. اللي بيصير انه هما بيجيهم اخبار انه في لقوا جثة بنت صغيرة يعني شابة بسيارتها مقتولة يعني مذبوحة. بيروحوا بيشوفوا القصة، فجأة بيجي حارس من العمارة اللي
في طلعت حرب، بيجي بيحكي له انه زي في جريمة تانية. فللوهلة الأولى هم ما بفكروا انه الجرائم متصلة في بعض، بس بيكتشفوا انه كل الجرائم متصلة في بعض. فأنا هون ما بدي أخرب الجرائم عليكم، كتير interesting الجرائم، كتير جو تركيب القصة مع بعض حلو. ف I want you to enjoy it، لأنه هاي بالآخر mystery، يعني لازم تعرف أنت تلاقي الحل مع الكاتبة. أوكي فننتقل للبارت 2. بارت 2 سبت الحصن، لا كريم كراميل، بتحكي عن مكان بيت فيلا فيه حفلة رأس السنة، وبتصير جريمة إنه ست البيت الجديدة الزوجة الجديدة بيلاقوها مقتولة ومكبوبة من الطابق الثاني، بدهم يعرفوا مين المجرم. الجريمة الثالثة إلها دخل بالجزء الثاني. الجريمة الثالثة بتحكي عن ست الحصن اللي هي النبتة، نبتة البيلادونا، هي بتطلع شيء زي التوت هيك سام. القصة بتحكي عن هاي القضية، فأنا ما رح أفوت برضو في القضية عشان تتفاجئوا، لأنه بحس أعمل الميستري إذا كتير حكينا فيه تفاصيل رح يخرب. بس حكيت لكم لنحكي زي البيلد تبع القصة. أكثر ناس كتير حبيتهم في القصة كتير 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 كانوا الجزء تبعها بدعم عليك دموع دموع بنزل من وجهي من كتر ما عم بضحك من عيوني، اللي هي أخته لنوح وعائلتها، يعني زوجها وأولادها. أخته لنوح واسمها نادية وزوجها اسمه طارق، بكتبوا مع بعض قصص جرائم، وبتستخدم كتير القضايا تبعت نوح وقطز بتفاصيل قصصها. فبتحب دايما لما يجي يقعد يحكوا لها عن هيك اشياء. اولادها الثلاثه بيكونوا عباره، بالذات الولدين التوأم، مجرمين، يعني صح عمرهم 3 سنوات بس ما يغرك. المهم احكي لكم ولا ما احكي لكم؟ بالجزء الثاني القصه هلا رح يصير فيها شويه رومانس، رح يكون البيلد تبعها شوي مختلف، رح يكون التركيز فيه له دخل في القضيه اللي قبل. ف مشكلة ما بقدر أحكي إشي بدون ما أخرب أحداث القصة. فبس أنا بحكي لكم القصة إذا بتكون كوميدي في، بتكون ثريلر، يعني مش ثريلر يعني مش إشي بيخوف، بس في إشي يعني بدك تعرفه. I'm sorry لغز في. So one more thing جبت لها كمان كتاب للكاتبة اسمه صديقي السايكوباتي، لأني حسيته كتير كتابتها بتضحك وحلوة حلوة. فأنا interested أقرأ لها كمان كتب، هذا الوحيد اللي قدرت ألاقيه. So إذا قرأتوا لها كتب تنصحوني بأي كتب لإلها وليش؟ Tell me in the comments. Bye.